في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقوتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير 14 قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بتيبازا. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة التجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 45 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب3 قناطير و21 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب236,977 قرصا، وبكل من تمنراس وبرج باجي المختار وإنجزام وجانت وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 151 شخصا، وضبطت 36 مركبة و253 مولدا كهربائيا و210 مطارق ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 10 أشخاص وضبط 15 بندقية صيد، وكذا 63 قنطارا من مادة التبغ و3900 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب25,528 لترا بكل من تبسة وسوق هراس والطرف والوادي وبرج باجي مختار. من جهة أخرى، أحبط حرس سواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وعلى إثر معلومات واردة لعناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحاسم سعود، تم حجز السيادة من 148,000 قرص مهلوس وتوقيف 2 شخصين. معلومات واردة لعناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحسم سعود، مفادها تخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بإحدى الحظائر المتواجدة ببلدية حسم سعود. على إثر ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم تشكيل دورية مدعمة والتنقل إلى المكان المشتبه فيه، وبعد تفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بأزيد من 148,000 قرص بريكابالين 300 ميلي جرام أجنبية الصنع مخبأة بحاوية معدنية بذات الحظيرة، بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية، دراجة نارية، وتوقيف 2 شخصان بعين المكان.